السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص طوبوغرافي فاسيل. كنعاود نقول لكم مرة أخرى بالصحة فطوركم، ونتمنى أن نهاركم يكون داز توب ديال توب. الحصة جات اليوم إن شاء الله تعالى غادي يكون المضمون ديالها على واحد الحاجة اللي هي مهمة في الطوبوغرافي، وهي لا سيرفاس. ولكن ما غاديش نتعمقوا في هذه المسألة، هذه غادي نخليوها الفيديو الجاي إن شاء الله تعالى. ولكن غادي نشوفوا أشنا هما لي ميثود اللي يمكن لينا اننا نكالكوليو بهم واحد لا سيرفاس. هذا السؤال هذا هو مهم جدا، حيت كاين بعض الاسئله سواء في ليكزامان سواء في الكونكور كيفرض عليك الطريقه اللي تكالكولي ليه بها لا سيرفاس. اتفقنا؟ كاينين ثلاثه ديال الطرق او ثلاثه ديال لي ميثود، غادي نشرحوا كل وحده فيهم. ولكن من ناحيه ديال الكالكول غادي نخليو لكل وحده فيديو خاص بها باش نديطاييو ونفصلو في هذا الشيء. فصل هرس دقدق. اتفقنا؟ مزيان. دونك نمشيو للحاله الاولى اللي هي هذه. اشنا هي الحاجه اللي خصني انا نكالكولي لها لا سيرفاس ديالها؟ هي واحد لا فورم جيومتريك او لا واحد البقعه او لا اي حاجه، يعني اي حاجه عندها فورم جيومتريك يعني كيمكن ليا انني نكالكولي ليها سيرفاس ديالها. الحاله الاولى كتسمى كالكول دو سيرفاس باغ كوردوني، ياك بار كوردوني ريكتانغولير. ريكتانغولير او لا كاين اللي كيقول ليها كالكول سيرفاس بار كوردوني كارتيزيان. كيفاش يعني؟ انا اشنو هما الحوايج اللي كنحتاج كوم اليمون باش انني نكالكولي هاد لا سيرفاس؟ كتكون عندي لي سومي ديال هذاك الفورم جيومتريك، ياك اش خص يكون عندي فيه؟ مثلا لو بوين ا بي، وهذه سي، وهذه دي. اشنو تيخصني الحوايج الرئيسيه الا بغيت نكالكولي لا سيرفاس تاع واحد الفورم جيومتريك بالميثود نتاع كوردوني ريكتانغولير؟ تيخصني لهاد لي سومي هادو خصهم كاملين يكون عندهم اكس و واي ديالهم، حيت ما يمكنش اكس و واي ديالهم حتى بالنسبه للدي اكس و واي ديالها. الا جا عندك شي حد وقال لك كالكولي ليا لهاد البارسيل السيرفاس ديالها بار كوردوني ريكتانغولير، بتقول لي اعطيني لي كوردوني تاع لي سومي او لي كوردوني تاع لي بورن. اتفقنا؟ باش نكونوا واضحين ومفاهمين مزيان. نمشيو لا ميثود الثانيه. لا ميثود الثانيه ما كنحتاجوش فيها هاد لي زيليمون، كنحتاجو فيها اليمون اخرين، والاسم ديالها هو الكالكول دو سيرفاس بار كوردوني. رد معايا البال، بار كوردوني بولار، يا بار كوردوني بولار. غادي تسولني وغادي تقول لي اشنا هما هاد لي كوردوني بولير، واشنو غادي نحتاج باش انني نكالكولي لا سيرفاس نتاع هاد البارسيل هادي او نتاع هاد الفورم جيومتريك. ضروري خص يكون عندي هاد لي سومي، ياك عرفت انا البقعه ديالي او لا او لا الفورم جيومتريك الشكل الهندسي كيفاش داير. اشنو كنحتاج؟ كنحتاج انني ندير ستاسيون، ياك كنشوف بها هاد لي سومي هادو، ياك رد معايا البال. يعني خص تكون عندي ستاسيون، تتكون عندي ستاسيون كنستاسيونيها لوست، ياك وكنجي كنشوف هاد لي سومي كاملين باش كنشوفهم بلي ليكتور، ياك وكذلك بلي ديستانس. يعني هذا كنشوفو بليكتور ديستانس، ليكتور ديستانس، ليكتور ديستانس، ليكتور ديستانس، ليهم كاملين. اتفقنا؟ دونك في الاخر كنلقى انجل اي ديستانس، انجل اي ديستانس، انجل اي ديستانس، انجل اي ديستانس، وكذلك انجل اي ديستانس. يعني الا سولني شي حد اشنا هي هاد لا ميثود كالكول دو سيرفاس بار كوردوني بولير، يعني خص يكون عندي انجل اي ديستانس ضروري باش انني نكالكولي واحد لا سيرفاس بار كوردوني
بولير. وكيفاش كندير؟ كنحسب كل تريونغل بوحدو، يعني كندير السيرفاس تاع واحد زائد السيرفاس نتاع جوج زائد السيرفاس تاع ثلاثة زائد السيرفاس تاع أربعة زائد السيرفاس تاع خمسة، وكنجمعهم وكيعطيوني السيرفاس. مزيان. هنايا لا ميثود الثالثة وكتسمى ميثود كالكول سيرفاس غرافيك، ياك كتسمى ميثود غرافيك. كيفاش كنديروا لهاد لا ميثود غرافيك؟ كنشد اشنو بعدا شنو كنحتاج فيها؟ كنحتاج فيها غير دوك لي لي غولاسيون نتاع الكالكول سيرفاس العادي، فهمتي؟ مثلا القاعده في الارتفاع وداكشي. اشنو كنحتاج؟ اول حاجه كندير كنمشي كندير واحد الخط كيجمع ما بين جوج ديال لي سومي، هادوك جوج ديال لي سومي الاخرين اللي بقاو كندير عليهم لي هوتور، فهمتي؟ ها هو هوتور، ماشي بالضروره يكونوا مقادين، وانما كندير لي هوتور باش كنكالكولي هذا بوحدو وكنكالكولي هذا بوحدو. انا درت هكا غير حيت عندي سميتو عندي رباعي، كون كان شكل اخر بغيت نقسمو لدي تريونغ، فهمتي؟ بنقسمو لدي تريونغ او دي هوتور. بهكا كنكون انني عرفت اشنو هما لي ميثود اللي يمكن ليا انني نكالكولي بهم السيرفاس كيف ما كان هاد السيرفاس. بغيت تحسب بوحده من هادو، يا اما كوردوني ريكتونغولير، يعني جبد ليا الاحداثيات، اتفقنا؟ جبد ليا الاحداثيات نتاع كل لابور. في حاله بغيتي تحسب بالكوردوني بولير بيرسك اونغل اي ديستانس، دونك انت التيران اللي بيحكم عليك واش بغيتي ستاسيوني هنا ولا بغيتي ستاسيوني هنا، او لا الجرافيك. الجرافيك ما كتحتاج تخرج لا التيران لا حتى شي حاجه، كلشي كيكون باين، فهمتي؟ كلشي كيكون باين، يكفي ان تكون عندك هاد لا ديستانس وهادو وراه كتحسب، اتفقنا؟ هي لا باز فوا لا هوتور، اتفقنا؟ ديفيزي بار 2. مزيان. دونك هنايا اتفقنا، ما بقاش عندنا اشكال، واي واحد عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يخليه لينا في كومونتير، وبطبيعه الحال في الفيديوهات الجايه باذن الله غادي نوقفوا عند لا ميثود كيفاش كيتحسب هذا من الاول ديالو حتى الاخر، وكذلك هذا من الاول ديالو حتى الاخر، وهذا حتى هو من الاول ديالو حتى الاخر، واخا هذا عرفناه ساهل ما غاديش يجي منا بزاف ديال الوقت. غادي نشوفوا هذا كيفاش كيتحسب باش في الامتحان ان شاء الله نكونوا ناضيين، وكذلك هذا، اتفقنا؟ الى ذلك الحين يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.